السلام عليكم، يلا حيهم، كيف حالكم؟ أخذنا الشغل والله عنكم، لكن هذا الآن قاعد أسوي لي هذا الذهب 5.7 جرام، يعني 7.5 تقريبا على هذا البراد لتر كامل، وأتركه حوالي 1/2 ساعة وأكثر. يعني شوف الكمية جدا بسيطة، ترى يعطي شاهي من أروع ما يكون. شوفوه، أصب عليه ماء مغلي وأتركه على الشمعة لمدة 1/2 ساعة، 20 دقيقة يعطي طعم، لكن 1/2 ساعة تكفي. لكن أنا بس ودي تشوفون الكمية، يعني على هذه الحالة الكيلو يسوي لك مثل هذا البراد 150 براد. إذا تشرب براد في اليوم 150 يوم، يعني كم شهر؟ حوالي 5 شهور. السلام عليكم، هذا محمد، إن شاء الله بيصير مدير الكوفي بإذن الله، بيدير على أحسن وجه. هذا هو اللي قلناه، الآن الموية غلط. البراد لو بتحسبه بيطلع عليك ب5.5، 6 ريال البراد، يا بلاش قيمة كوب برا، كوب من الأنواع العادية جدا. واللي جربوا شواهينا يعرفون شو أقصد. الحين 10 دقائق، ربع ساعة انت قهوة، تشوفون جمال البخار، يا سلام، ما شاء الله.